قال لي جون تيري هو المدافع اللي اتمناه بان يكون في دفاعات ويجن. ديفيد لويس الكره مره الكره الان فيها تمريره فرناندو توريس يا سلام رامي هرب رامي ضرب تشيلسي يتقدم البلوز يتقدمون الاسود تتقدم الكره من رامي الحرامي الكره من رامي رميه في مرمى الحمصي في مرمى ويجن تشيلسي لا يمكن ان يتوقف اليوم كيف يهرب كيف يروح كيف يركلها كيف يضعها وضعها من فوق حارس المرمى تشيلسي 1-1 بعد 23 دقيقة راميريز كرة بداها اللي كان قادم من بنفيكا والسجور لم يكن في المكان المناسب دي سانتو يريد كرات أخرى سيسار مر أسبيليكويتا يبحث عن العرضية تقدم فرصة في مكان تصويبه يا رب عاد من الإيقاف لكي يحركهم عاد من الإيقاف ليحركهم لاعب وسط لا يقبل حلول الوسط إيدن هازار إيدن هازار بدله الأعلى زيدان لابد بأن تكون كلمته كبيرة تشيلسي يضيف هدفا اخر من كرة مرتدة سيزار أسبيليكويتا يصنع كل شيء ايدن هازار في المكان المناسب يحبسها في مرمى الحبسي هدف اخر لتشيلسي هدف اخر للبلوز تشيلسي هدفين ايدن هازار من عاد من الايقاف لكي يحركهم من جديد لكي لا يتوقفوا من جديد ايدن هازار يا فرانك يا لامبارد يا اسطوره الله على تمريراتك وعلى كراتك اللي بدون تفكير اللي من لمسه اللي وهي في الهواء اللي وهي على الارض لكن بلوني خطفها بلوني هرب بلوني ضرب بلوني يعيد ويكن بلوني يعيد الامال بلوني يضرب في المليان في المليان 2-1 ويكن يقف ويكن يقلص الفارق ويكن يسجل هدفا في مرمى بيتر تشيك الله على الممتع مالوني يا سلام على التمرير شوف الهروب شوف اللمسه شوف اللاعب اللي يضع الكره هو مالوني وهو يضرب في المليان في المليان 2-1 تشيلسي يتقدم ويكن لا يريد ان يخسر اليوم هذه الكره هفوه دفاعيه بعد ان وصل توتنهام للثالث مؤقتا هل يعود لاستعادته مره اخرى فريق تشيلسي النينو بينزلها ما تتقدم يا سلام الى ايدن هازارد هازارد يحاول هازارد يتلاعب هازارد الى ماتا يا لعيب سوبر فرانك يا رب سوبر فرانك ارقام لا تنتهي مجد لا يتوقف أسطورة تستمر السوبر فرانك هيبة تشيلسي لا يمكن لهم بأن يفكروا بالتجديد سيجددون لهم لأنهم يجددون لهم محبتهم بأهدافهم بإنجازاتهم بأقدامهم السوبر فرانك أعظم هداف في تاريخ تشيلسي لاعب وسط واي لاعب لاعب وسط لاعب كابتن لاعب قائد الروح الهيبه الكبرياء هو يكبر ويحلى اكثر ويسجل اكثر ويفرح اكثر كيف لهم بان لا يجددوا جدد يا ابرا تصل الى ديفيد لويس ديفيد لويس الى سيزار أسبيليكويتا في مكان ماتا يا سلام سيزار يا سلام المحاوله الان بتتهيا سيزار صاروخ يا رب متابعه مستحيل مستحيل تشيلسي يعود الى الرباعيه
سيسجل عن طريق ماركو مارين من أول كرة من أول رأسية، ضربة رابعة في مرمى ويكن، صاروخ من سيسار، كرة ماركو مارين في مرمى علي الحمسي تعلن عن الهدف الرابع. عاد تشيلسي إلى القوة، إلى المتعة، إلى الإبداع، إلى التسجيل. رباعية في مرمى ويكن يعود من خلالها الأسود، يعود من خلالها البلوز في الستامفورد بريدج، يصالحون جماهيرهم اليوم، يعودون إلى المركز الثالث.